بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات المعهد الفني الصحي الفرقة الثانية شعبة أسنان، هنتكلم النهاردة على الشابتر 1 من مادة الدنتال ماتيريال. الشابتر 1 بيتكلم على الفيزيكال اند ميكانيكال بروبارتس اوف دنتال ماتيريال. يعني ايه؟ يعني الخواص الطبيعية اللي هي الخواص الفيزيائية والخواص الميكانيكية لمواد صناعة الأسنان. زي ما حضراتكم عارفين، الخواص الفيزيائية اللي هي الخواص الطبيعية اللي موجودة بها الماتيريال في الطبيعة من حيث الشكل، اللون، الطعم، خواص التفاعلات بتاعتها، إذا كانت بتعمل إريتيشن أو تهييج لأنسجة الفم، إذا كانت بتسبب حساسية، إذا كان فيها نسبة سمية ولا لأ، اللون بتاعها طبيعي بيتناسب مع أنسجة الفم ولا لأ. وبالنسبة للخواص الميكانيكية اللي هي بتتعلق بالقوة بتاعتها والمتانة والصلابة، وهنتكلم عليها واحدة واحدة. معرفة مواد صناعة الأسنان المختلفة وخواصها. هنتكلم في الأول كمقدمة العلم المتعلق بمواد صناعة الأسنان بيشتمل على مكوناتها بالإضافة إلى خواص المواد وتفاعلاتها مع بيئة الفم. General Properties of Dental Material أو الخواص العامة لمواد صناعة الأسنان، كل مواد صناعة الأسنان لها خواص طبيعية زي اللون، الوزن، قابلية الذوبان، التوصيل الحراري وباقي الخواص. أيضا الخواص الميكانيكية زي ما قلت لحضراتكم، زي الصلابة، الليونة، القوة، الضعف، الهشاشة وإلخ من باقي الخواص الميكانيكية. مفيش مادة لغاية النهاردة لها خواص مثالية فيزيائية أو ميكانيكية. كل مادة لها العيوب ولها المزايا بتاعتها، ولكن بنختار المواد اللي عيوبها قليلة ومزاياها بتكون أكتر. الدينتال ماتيريال ايه كاركتر بتاعت الايديال ماتيريال؟ هنتكلم على كاركترز اوف ايديال ماتيريال، الخواص بتاعت المواد النموذجية او المثالية لصناعة الاسنان. المفروض يجب ان تتوفر فيها عشان تكون المواد دي نقدر نقول اللي هي كاركتر اوف ايديال ماتيريال. المفروض ان هي شود بي، ان هي تكون اول حاجة متطابقة حيويا، يعني لما تتحط في أنسجة الكائن الحي أو أنسجة فم الإنسان ما تعملش فيها مشاكل، ما تعملش التهابات، ما بتهيجش أنسجة الفم ولا بتعمل حساسية، وتكون مقبولة الشكل وما تكونش سامة. وكذلك يجب أن تكون لها ثبات ميكانيكي ومتانة كافية، يعني ما نحطش النهاردة المادة مثلا مقاسها حوالي سنتي، بكرة نتلاقيها 3/4 سنتي أو نتلاقيها سنتي وربع، لا يحصل فيها تمدد ولا يحصل فيها انكماش. دي معنى كلمة الثبات الميكانيكي، ويكون فيها متانة كافية وقوية بما فيه الكفاية بحيث انها تقاوم الكسر. وكمان في نقطة مهمة، انها لازم تقاوم الصدأ وتقاوم التآكل، وكمان ما تتلفش مع الوقت، وتكون ثابتة الأبعاد، يعني لا تتمدد ولا تنكمش. التغييرات اللي بتحصل للمادة او المواد اللي بتستخدم في صناعة الأسنان بالتأثير الحراري، المفروض ان ما تتمددش، المفروض ان يكون تغيير التأثيرات الحرارية طفيفة جدا او قليلة جدا، او لا يوجد تأثير حراري على المواد اللي هنستخدمها. كمان التوصيل الحراري يكون قليل جدا او معدوم، يعني ما ينفعش واحد يحط ماتيريال في بقه ويجي يشرب حاجة سخنة او حاجة ساقعة يتنطط من الألم من شدة الحرارة او شدة البرودة. كمان تكون مواد عزلة للتوصيل الحراري والكهربائي، تكون مقبولة شكلا. يعني ايه التوصيل الكهربائي يا شباب؟ التوصيل الكهربائي لو واحد عامل في درس حشو ذهب، في انواع من الحشو بتتعمل ذهب، بس دي بتبقى منتشرة بره مش متوفرة عندنا في مصر، ولو حاطط في الناحية المقابلة سواء اللي فوق او الناحية التانية، يعني المقابلة الفك بالناحية الاخرى، لو حاطط حشو بلاتين او حاطط طربوش معدن، ومجرد ان هو بيحط المعلقة او الشوكة في الفم بتلمس الناحيتين مع بعض، فدي بتولد تيار كهربائي. ده المقصود بان المواد يجب انها تكون عازلة للتوصيل الحراري والتوصيل الكهربائي. النقطة اللي بعدها، المفروض انها تكون شكلها مقبول، ما تكونش منفرة او ملفتة للنظر لما تتحط في الفم، بحيث ان يكون شكلها مشابهة لانسجة الفم.
في نقطة كمان المفروض ان هي تكون لما نيجي نخلطها او نيجي نتداولها تكون سهلة الخلط والتصنيع، وما تكونش مكلفة في خلطها ولا في تصنيعها، بحيث انها مفروض انها تتطلب اقل جهد ووقت. تاني حاجة انها تلتصق بالانسجة، يبقى لها نسبة ثبات في الفم، وتملى تجاويف التركيب، تجاويف الفراغات الموجودة سواء داخل السنة او بين الاسنان، وما يكون لهاش ريحة مميزة ليها او ما يكون لهاش طعم. المفروض ان هي بتكون عديمة الرائحة وعديمة الطعم. كمان المريض لما يحطها في الفم ما تكونش متعبة له، ما تعملوش مشاكل، والمفروض ان هي تكون سهلة التنظيف، قابلة للتنظيف، ولو حصل فيها مشكلة تصلح، يعني قابلة للتنظيف وقابلة للإصلاح، ويكون سهلة الاستخدام وسهلة اللصق بالنسبة سواء للطبيب اللي بيستخدم الماتيريال في بق المريض، أو بالنسبة للمريض لما هيشيلها ويحطها في فمه يوميا. تمام يا شباب؟ بعض الماتيريال اللي بتستخدم في طب الأسنان، أول حاجة هنتكلم عليها في الماتيريال دي هي الأمالجم. الأمالجم يعني إيه؟ الأمالجم اللي هو الحشو الممالغم أو الحشو البلاتين. ما أعتقدش إن حد من حضراتكم ما يكونش عارف يعني إيه الحشو الأمالجم أو الحشو البلاتين. الأمالجم ده بيبقى مصنوع من جزيئات صغيرة جدا من الفضة والقصدير والنحاس، كل مادة بيتم اختيارها بنسب معلومة ونسب محدودة، علشان كل مادة معروف خواصها ايه ومزاياها ايه وعيوبها ايه، فبالتالي بتكون النسب بتاعتها محسوبة وبدقة. المواد دي بتكون مخلوطة مع مادة الزئبق اللي بيتم عجنهم مع بعض وخلطهم مع بعض، علشان بعد كده بيبدأوا ان هم يجفهم ويوصلوا درجة الصلابة بتاعة الحشو الامالجم او الصلابة المطلوبة. الخواص الميكانيكية للامالجم وطول العمر بتاع الحشوية بيخليه الاختيار الأول لسنين كتير فاتت. العيب أو من العيوب الرئيسية اللي موجودة في الأمالجم، في حشو الأمالجم، احتوائه على الزئبق، بالرغم من إن الزئبق بيكون خامل وبيكون في شكل ثابت مفيش فيه تفاعلات، لأن خلاص بيكون في الحشوية والحشوية نشفت. العيب التاني الشكل الغير مقبول بتاع الحشو الأمالجم، إن بيكون شكله لون الفضة، بيكون شكله سيلفر، فطبعا ما ينفعش يتعمل في الأسنان الأمامية، ولو اتعمل في الضروس الخلفية برضو بيبقى الواحد لو فتح الفم وأثناء الكلام بيكون شكل الحشو غير مستحب. في خلى هناك الشكل ده والعيوب اللي موجودة في الأمالجم خلت الناس تفكر إن لازم يكون في أفضلية لمواد تانية نتلاشى فيها العيوب بتاعة الأمالجم، وأصبح في أفضلية لمواد أخرى، والنهاردة أصبح استخدامه محدود في طب الأسنان لوجود مواد مقبولة شكلا أخرى للحشوات، زي مثلا بعض المواد اللي هنتكلم عليها بعد كده. نمرة 2 في الماتيريال اللي بتستخدم في طب الأسنان الكومبوزيت. الكومبوزيت ده هو الحشو الامالجم اللي هو الحشو الاسف الحشو الضوئي او هو الحشو الابيض، بيكون حشو لون الاسنان اللي بيسموه حشو ليزر. هو مش حشو ليزر، هو حشو بيتفاعل بالحزم الضوئية او بضوء التبلمر. الحشو الكومبوزيت ده بيكون حشو جمالي، بيكون مقبول الشكل ده، تم اكتشافه من مدة طويلة، ولكن الاكتشافات الحديثة والتطوير للكومبوزيت ريزن بواسطة التري ام أحدث ثورة عظيمة في طب الأسنان، وأصبح اليوم مادة الكومبوزيت هي الاختيار الأول، وفي المواد اللي بتكون في الصدارة في مواد الترميم المقاومة للتغير والمعتدلة نسبيا. حدث تقدم هائل ومهم في مواد حماية العصب بتاع السنة ووسائل اللزق، سواء اللي بتلزق بيها التركيبات أو اللي بتلزق بيها الحشو داخل السنة، الحشو الأبيض اللي هو الحشو الكومبوزيت. بعض الأوقات بعد ما الناس بتعمل حشو كومبوزيت بيستمر حساسية موجودة مكان الحشو في السنة أو في الضرس، دي ممكن بتقعد لحوالي أسبوعين أو أكتر. الكومبوزيت بنستخدمه كمان غير في الحشوات التجميلية،
بنستخدمه في لزق الطرابيش والكباري المستديمة. الكومبوزيت بعد ما بنحطه في الكافيتي بتاعة الحشوية بيتم صلابته، بننشفه وبنجففه بواسطة البوليمرايزيشن لايت، الضوء بتاع التبلمر. المادة اللي بعد كده أو الماتيريال اللي بعد كده بتستخدم في طب الأسنان اللي هنتكلم عليها هي الجلاس يونومر أو الحشو الزجاجي. ده بيكون حشو برضه لونه أبيض، ده والله بنستخدمه كمادة لزق جميلة جدا للطرابيش وللكباري المستديمة، وبيتحط برضه كحشو مؤقت للأسنان اللبنية، وبيكون لونها لون الأسنان ما بتبانش. الماتيريال اللي بعد كده اللي هنتكلم عليها هي الجولد، الذهب. الذهب بنستخدمه في طب الأسنان، بيكون موجود على شكل سبائك ذهبية، وهو بيعتبر مادة مثالية لأنه بيكون عديم الأذى أو التفاعل أو التلف، لا بيصدي ولا بيحصل فيه تآكل ولا بيعمل تفاعلات ضارة لأنسجة الفم. والدقة العالية والصلابة اللي بيكونوا مطلوبين ومهمين للاستعاضة الصناعية. وبس الذهب مش معقول يعني ما حدش بيعمله للأسنان الأمامية، ده غالبا بيستخدم في الترميمات للأسنان الخلفية. في نوع من أنواع الذهب بيكون لونه رمادي، ده غالبا بيتم اختياره لأنه بيكون أقل وضوح بالفم. الماتيريال اللي بعد كده اللي هنتكلم عليها هي السيراميكس. بسبب الشكل المقبول لترميمات السيراميك بتصبح المادة اللي بيتم اختيارها للاستعاضة الثابتة زي الطرابيش والكباري، وبالرغم من صلابته إلى أبعد الحدود إلا ممكن إن هو بينكسر برضه في بعض الأحيان. المادة الماتيريال اللي بعد كده اللي برضه هنتكلم عليها اللي هي الستيل أو الكروم كوبالت. الستيل أو الكروم كوبالت دي بنستخدمها في بعض الهياكل وبعض المشابك أو الكلاسبات للتركيبات البرشل المتحركة. الماتيريال اللي بعد كده اللي هنتكلم عليها التيتانيوم. التيتانيوم ده اللي بيستخدموه اللي بيعملوا منه المسامير بتاعة زراعة الأسنان. ده بيستخدم في زراعة الأسنان ليه؟ لأن ما بيعملش حساسية نظرا لعدم حساسيته. وكمان بيستخدم في حالات نادرة لما بيكون حد عنده حساسية من المعادن، بيتعملوا تركيبات متحركة من تيتانيوم. الماتيريال اللي بعد كده الأكريليك ريزن. الأكريليك ريزن ده اللي بنستخدمه في سواء الأسنان الأكريل أو الأكريل بنصنع منه لطقم، طبعا حضراتكم كلكم عارفينه. بيتم صناعة اللطقم من الأكريليك ريزن أو السيراميك، وبيستخدم كذلك لصناعة اللثة الصناعية لما بتعمل قاعدة للأسنان البرشل أو الكومبليت دينشر. بيبقى الجزء اللي هو مغطي اللثة أو الريدج بيكون لونه بامبا عشان يكون مماثل للثة بتاعت الإنسان. الماتيريال اللي بعد كده يا شباب الزركونيوم. الزركونيوم ده بيستخدم غالبا في صناعة هيكل التركيبات الثابتة، هو مادة حديثة بتبقى مطابقة لشكل الأسنان. نظام الكات كام سيراميك اللي بيستخدم في طب الأسنان لأكتر من 20 سنة عدت، له شعبية كبيرة جدا. ليه؟ لأنه بيكون متطابق حيويا وخواص الشكل بتاعته بتكون مقبولة في طب الأسنان، عشان كده بيعتبر غالي جدا نتيجة لاحتياجه لمتطلبات تكنولوجيا متطورة بتلزم لتصنيعه. بالرغم من كده ما بينصحش في مجال زراعة الأسنان باستخدام الزركونيوم، وملوش تطبيقات في المجال بتاع زراعة الأسنان.